عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معانا فيديو جديد وخبر جديد، بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا متنساش نعمل لايك نشترك في القناة. قبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. خبرنا النهارده بيتكلم عن زوج العروسة جوليا، العروسة المخطوفة اللي طلعنا طبعا اتكلمنا عنها كتير جدا، وهو النهارده بيناشد اهلها ان هو يجوا ويصلحوها وجلسة صلح ما بينهم. تعالوا بينا نسمع عليه. مالك من الشعب الجزائري، راني صرصيت نقنع الزوجة تاعي اليوم، قنعتها بالسيف وعيطت كيما كطفل، ورام عندهم في فايبر نيميرو تاع اسبانيا عيطت به، هذاك في الرقم تاع الزوجة تاعي، ما كان كي عيطت ما ريبوندتلهاش، انا صلحت الوضع بيناتها، حبت لي بنتها، رايت لي بنتها، انا درت عليها الشعب الجزائري، وهذوك اللي راهم يركبوا الموجة يفتحوا لي فو كونت اسم الزوجة تاعي، ويقول لك كاين عشية لايف، ما كان تحت ما كاش منها وما كاش كاع لايف، وسي بون كل واحد راه ولا طريقه المستقيم، وربي يجيب الخير والسلام عليكم. ده بعد الهجوم اللي حصل امبارح عليهم لما ظهروا في صورة العربية، وظهرت وهي يعني كأنها بتغيظ حد ورسالة غيظ، ولكن هو بيقول النهاردة ان هم ما ردوش عليه. وعايزة اعرف رأي حضراتكم طبعا في التعليقات في الكلام اللي هو قاله. حضراتكم على خير في فيديو جديد وخبر جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.